ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت أن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل مقذوفا واحدا غير محدد، فيما قد يشكل تاسع تجربة صاروخية لبيونغ يونغ منذ بداية العام. وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكانت كوريا الشمالية أعلنت الاثنين الماضي أنها أجرت تجربة بالغة الأهمية لتطوير قمر اصطناعي لأغراض الاستطلاع. ورغم العقوبة الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يونغ عددا قياسيا من تجارب الأسلحة في يناير قبل أن تعلق تجاربها خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.